أهلا بكم معنا من جديد. اتحاد القبائل العربية يثير الجدل في مصر بين اتهامات بالطائفية والتسلح وإثارة الفتنة، وبين رفض قاطع من قبل الأحزاب المصرية. تتفاعل مستجدات الملف الشائك لتحدث ردود أفعال من مختلف الأطراف، أبرزها موقف الاتحاد نفسه الذي أكد أنه يعمل في إطار قانوني. وتعود بداية القصة إلى مطلع هذا الشهر، حين تم الإعلان عن تأسيس اتحاد للقبائل العربية في مصر عبر مؤتمر عقد بمنطقة العجراء جنوب مدينة رفح المصرية بمشاركة 30 قبيلة سيناوية وبرئاسة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني. المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية مصطفى بكري أعلن خلال هذا المؤتمر عن الأهداف العامة لهذا التكتل، والتي تسعى في مجملها إلى دمج القبائل تحت مظلة وطنية ودعم الأمن في المناطق الخاضعة للقبائل، فضلا عن دعم التنمية في المنطقة. ومنذ تأسيس هذا الاتحاد احتدم الجدل في مصر وسط مخاوف من أن القبائل السينوية مسلحة في معظمها، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المصري الذي يحظر وجود أي تنظيمات مسلحة كيفما كانت. بعض الأحزاب والقوى السياسية المصرية عبرت بشكل واضح عن معارضتها إعلان التأسيس، وصفة الاتحاد بالميليشيا وبالكيان العرقي، ومحذرة من خطورة توسع نفوذه وتسليحه. كما طلبت أجهزة الدولة بالاطلاع بمسؤوليتها في الحفاظ على الأمن القومي والتماسك المجتمعي. المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية دخل على خط الجدل وأكد أن الدستور يمنع تشكيل الميليشيات العسكرية، بيد أن الاتحاد يعد حسب قوله مجرد جمعية أهلية تعمل في إطار القانون، مبرزا أن تجربة اتحاد قبائل سيناء مختلفة عن أي تجربة أخرى، فهي كانت تعمل بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة في سيناء لتقديم معلومات عن أماكن بعض الإرهابيين والمساعدة في مواجهتهم. إذن للنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من القاهرة. نرحب بالسيد عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ المصري. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن في البداية، نحن أشرنا منذ قليل إلى مسألة المخاوف لدى عدد من المصريين، وهذه المخاوف أكيد أنك تبعت عددا منها حتى على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عدد كبير من المصريين. يعني هل هذه المخاوف مشروعة من وجود هذا الاتحاد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً نعم تبعت هذا الجدل، ولكن لتوضيح بعض ما ورد في المقدمة، هذا الاتحاد ليس حديثاً، لم ينشأ قبل شهر ولم ينشأ في سيناء. اتحاد القبائل العربية موجود منذ 10 سنوات ويمارس عليها. نعم، لم نقل أنه حديث في كل حالات، يعني نعم. نعم، وله دور في الانتخابات أحياناً كما تعلم في الصعيد وفي بعض المناطق الحدودية في الانتخابات، خصوصا الانتخابات البرلمانية، فإن ترشيحات كثيرة تتم على أساس قبلي حتى وهم داخل أحزاب. يعني حزب معين يرشح مجموعة من الناس يراعي أن يكون هذا من هذه القبيلة أو تلك. القبيلة في مصر ليست كما هي في بعض الدول العربية. أظن أن الهوية المصرية المجتمعية دمجت جزء كبير جدا من القبائل في نسيجها، ومفهوم الدولة في مصر أقوى تماما مقارنة ببعض الدول العربية التي فيها دور أكبر وأوسع للقبائل. لكن في بعض المحافظات الحدودية ما زال للقبيلة دور ووزن بحكم العادات والتقاليد، بحكم البعد الجغرافي ربما. وبالتالي ما حدث من جديد فقط أن هناك رئيس جديد للاتحاد هو إبراهيم العرجاني، و هناك من الواضح أن له مؤيدين كثر ومعارضين أيضا. يعني هل تريد أن تقول عذر على المقاطعة، هل تريد أن تقول أن المخاوف هنا من رئيس هذا الكيان المستقل وليس من الاتحاد في حد ذاته؟ لا، لم أقل المخاوف، أقول الجدل الذي صاحب الكلام هو ربما بسبب الدور الذي لعبه ويلعبه إبراهيم العرجاني في سيناء. القصة باختصار عليك أن تنظر إليها من يعني صورة أوسع. أنا قبل أن أتي إلى البرنامج سألت العديد من رموز هذا الاتحاد وعدد من المطلعين على الملف، وقالوا لي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك اتحاد أو هيئة أو جمعية لها نشاط مسلح أو أسلحة خارج عن القانون. هذا مستحيل، مصر لا يمكن أن تقبل هذا الأمر. والقوات المسلحة يعني أحد من سألته قال لي لو أنه كان هناك تسليح لبعض لكانت الدولة سمحت لجماعة الإخوان في عز وجودها في السلطة، وهي لم تسمح بذلك. يعني يمكن أن نقول أن هذا الاتحاد، اتحاد القبائل العربية، هو تحت مظلة الدولة المصرية الآن.
نعم، هو كيان طبقا لطريقة إنشاء، هو موجود تحت مظلة الدولة تبع وزارة التضامن الاجتماعي، يعمل في إطار الدولة. قال المسؤولون عنه أن هدفه الرئيسي حينما تكون في سيناء هو تنمية المناطق وإعادة مزيد من الدمج لأفراد هذه. كما تعلم أخي الكريم، هناك نقطة في غاية الأهمية. قبل سنوات قليلة كان يعني سيناء مهددة من قبل التكفيريين أن يعني تنفصل، كما حاول التكفيريون، كما فعلوا في الموصل، كما فعلوا في الرقة ودير الزور، وكما فعلوا في ليبيا وسرت. الذي حدث أن عدد كبير من القبائل في سيناء وقف إنحاز لجانب الدولة المصرية ودافع عن هوية سيناء المصرية، ولم يستجب لكل دعاوى التكفير. هذا الدور لعب، هؤلاء لعبوا دورا مهما جدا في إطار الدولة وليس كتنظيم مستقل. وبالتالي نعم، بناء على كلامك، وعذر على المقاطعة مرة أخرى، بناء على كلامك هل يمكن أن نقول أن المكانة التي تعطى لهذا الاتحاد الآن بناء على الدور الذي لعبوه في السابق ربما في مكافحة الإرهاب هي مكافأة يعني بلغة أخرى؟ ليست مكافأة، هو هذا الاتحاد يقول بوضوح أن هدفنا الأساسي هو تعمير وتنمية سيناء وإقامة مزيد من المشروعات. إذا كان هذا هو الهدف المعلن، فما هو المشكلة؟ هل الأفضل أن يتم بناء الكثير من المنشآت، المدن، البنية التحتية، المصانع في سيناء، أم تترك للتكفيريين؟ كما تعلم، هناك صراع حقيقي جدا بين مصر وكل يعني أعدائها على تعمير سيناء. وجود قوى بشرية ومستوطنات بشرية في هذا المكان ومزيد من المشروعات يفشل كل الدعاوي الهادفة إلى جعل سيناء حاجز بين مصر وإسرائيل. وبالتالي هذا الاتحاد لعب دورا مهما جدا في مساعدة الدولة في قمع وإخضاع وهزيمة المتطرفين والتكفيريين، والآن يحاول أن يلعب دورا في التنمية بحكم يعني ما يتمتع به بعض أنصاري، سواء في سيناء أو في مطروح أو في أي مكان، في الفيوم، في الواحات. القبائل قوية في هذه المناطق، لكنها أيضا تعمل في إطار طيب، الدولة. كان هناك تصريح للنائب مصطفى بكري وهو المتحدث باسم الاتحاد، كان قال ان هذا الاتحاد هو فصيل من القوات المسلحة المصرية، ما تعليقك على ما قيل في هذا الإطار؟ لم يقل هذا بوضوح، سمحت هذا الكلام للنائب مصطفى بكري، كان يقول اعتبروه، كان يقول لمحدثي اعتبروه فصيلا، ثم عاد وصحح هذا الامر، لان هذا التصريح كان قد سبب مزيدا من الالتباس، فاوضحه وقال انه لا يوجد اي تنظيم غير القوات المسلحه، هي فقط القوات المسلحه. وتحدث في البيان اكثر فيما ذكر في تقريركم في المقدمه عن انه جمعية أهلية خاضعة للقانون والدستور في مصر. ولكن التساؤل، يعني الجيش المصري قوي كما نعلم جميعا، لماذا قد يحتاج ربما إلى تعاون كيان مستقل من هذا النوع؟ لم للتوضيح أيضا، يعني الجيش المصري لا يحتاج إلى مساعدة، الجيش المصري يحتاج إلى مساعدة كل المصريين وليس فقط هذا أو ذاك، بمعنى أن الجيش المصري جيش نظامي محترف، حارب الإرهاب في سيناء لسنوات طويلة بالمناسبة، بداية من 2004 ثم وصولا إلى إخضاع التكفيريين وهزيمتهم بصورة واضحة. التكفيريين في سيناء أو المتطرفين كما تعلم كانت لهم بؤرة واضحة، كانوا يتلقون دعما كبيرا من جماعة الإخوان. حينما سقط تنظيم الإخوان بدأوا شن حرب ضارية على الدولة المصرية، حاولوا إقامة إمارة لهم واضح. في الشيخ زويد، كان هناك دعم بطبيعة الحال جزء من هؤلاء من أبناء سيناء، لكن الذين تصدوا لهم هم من أبناء سيناء واضح. أيضا الذين قدموا الدعم شكرا والمعلومات جزيلا. للدولة نعم المصرية. واضح. هذا هو ما حدث. نعم، نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من القاهرة، سيد عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ المصري.